فضيلة الشيخ، ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح ذكر أن الميت يعلم بزيارة الزائر في يوم الجمعة، وخص ذلك بيوم الجمعة، ما أدري ما دليله، وهل الآثار التي أوردها صحيحة أم فيها ضعف؟ أما الآثار التي أوردها، لا أدري عنها، وأما تخصيصه ذلك بيوم الجمعة فلا وجه له، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وثبت عنه أنه زار البقيع ليلا، كما في حديث عائشة الطويل المشهور. وعلى هذا فتخصيص معرفته للزائر يوم الجمعة لا وجه له. كذلك أيضا لو أصحاب السنن بسند صححه ابن عبد البر وأقره شيخ أو ابن القيم في كتاب الروح، أنه ما من رجل يسلم على مسلم يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام في أي وقت.